حقيقة الألم يعتصر قلبي. هاي دفاتركم قدامي تغشون بهالطريقة هاي ليش؟ ليش؟ الدفاتر واحد مستنسخ على الثاني، يعني ثلاثة بس أبدل الاسم راح يصير نفس الدفتر بالضبط. وأنا كل ثقة بيكم، أنا آسف ما راح أقدر أتعامل وياكم، أنا راح أصيح لكم المي الحار. شفتك سمير تنقل حكي تريد تنافق اسمع لك، تنقل من الكتاب تريد تنجح لا، تباوع بالورقة ما دولار دا تفحصها اعتبرك حريص، تباوع بالورقة مال صاحبك بالامتحان اعتبرك سمير. استاذ انا الطلاب اللي سالفت لك عليهم مع الاسف خانوا ثقتي، تخيل ناقلين بكل المواد. ناقلين بكل المواد؟ لك حتى مواد الحصه تجي بيها نقص سمير. استاذ الله يخليك، انت بدون نقاش مثل ايدك خلي اشوفها. استاذ لا، لك لا تخاف، ما اضرب بس اخوف سمير مثل ايدك. استاذ هذا ماخذ 75 بالعيا مو؟ شلون عرفت استاذ؟ استاذ حضرتي ب 86 متداين، ممكن ما تسالني هي سؤال؟ استاذ ولو ما عرفت شنو ربط الموضوع مادي. شفتك سمير ليش شاور صاحبك اوكي. استاذ ولو ما اعرف شنو موضوع الدين بال86 اقدر اعرف شنو الاستناد العلمي اللي خلاك تعرف انه جاب 75؟ استاذ لسه يا سمير هذا عيب سؤال محله. شفتك ليش شاور صاحبك سمير. فعلا السؤال الرابع. اقدر اعرف هاي البرشومه مال يا سمير بيكم تحجون لو اخلي البرشومه تتعرف على صاحبها، ولا تخافون ما اضرب بس تنرفز. ارفع راسك انت عراقي سمير، لا تخاف المتهم سمير حتى تثبت ادانته. بابا يضحك الصليب. شفتك سمير شفتك، شكو بجيبك طلع صاير فقير وحباب، مو طلع لي شكو بجيبك، طلع لي صابونه. يعني انت من هذا النوع، لك الصابونه الها استعمالين سمير. استاذ الله يخليك، مره تغسل بيها وجهك ومره تغسل بيها ايدك سمير. شفتك قحطان ارجع شعبتك لا اجيك. نرجع لك غشيت لوحدك نقول ماشي، ليش تعبر البرشومة لأصدقائك وتصير سمير؟ لك باب البرشومة مثل صاحبتك، أصدقائك يعرفون إيش ده تسوي وياها بس ما يقدرون يأخذوها منك، والباب التجيك منه ريح سدة لا تنشل سمير. وانت أبو الإشارات بالامتحانات صاير سبع مو؟ عونك يا بطل يا ابو الاشارات، احضنك لو صرت كلك براشيم سمير. بعد بكل امتحان تاخذ اوراقك وتقعد بالاخير، وما لك علاقه بحد وتشغل شيرين، انا مش بتاعت الكلام ده، وتبطلهن اوكي. شفتك سمير. استاذ انا مو غشاش، انا بعد انقلب علي عبد الله رويشد وغني لي انا مو غشاش، انا زينه من الشعب محتاجك سمير. استاذ انا ايش علي؟ انا فقير وشاطر. فقير وشاطر، بالله افتح لي لسانك خلي اشوف بيها وجهه نظر. شفتك سمير ما طول شاطر وتفتهم اعرب لي نفخت سعاد شفتيها. استاذ سعاد فاعل. شعليك بيها سمير؟ البنية دا تنفخ بفلوسه، ما اخذ منك ما اخذ من ابوك، عدها سمير تقطبي وتنفخ، شعليك انت؟ استاذ مو انت قلت لي اعرب. وانا ايش اريد منك تسوي سمير؟ هذيك السنة مو طلبت منك ما تنقل اسر سمير ونقلت؟ بشرني عندكم سبلة تكمة بالبيت؟ استاذ قوى علاقتك بي لان هالسنة صيفك طويل، يعني ام صيف سمير. يلا سمعوني النشيد يا ولد. مو حالفين نغش سوا، مو حالفين نغش سوا، شو بطلت شنك، شو بطلت شنك، هو انت خطك ينفهم حتى نغش منك، هو انت خطك ينفهم حتى نغش منك. اختفوا.
شفتك سمير.